أهلا بكم متابعين إلى موجز أخبار الآن في دقيقة. تيلرسون يزور بورما في 15 من تشرين الثاني نوفمبر لبحث أزمة مسلمي الروهينجا. تقارير إعلامية تقول إن كوريا الشمالية قد تكون بصدد إجراء اختبار صاروخي جديد. النيابة العامة الإسبانية تطلب إصدار مذكرة توقيف أوروبية بحق رئيس إقليم كاتالونيا السابق. الأمم المتحدة تقول إن تنظيم داعش أعدم 741 مدنيا خلال معركة الموصل. العراق يتسلم 3 مقاتلات F-16 من الولايات المتحدة بموجب اتفاق سابق. مقتل مدنيين في غارة للنظام السوري على مدينة دوما المحاصرة قرب دمشق. قتل حوثيون في غارات للتحالف العربي على مديرية نهم. بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 10 سنوات.